فقدت الرغبة في الحياة، فقدت الشغف في الحياة، أنا يائس، أنا محبط، كلها بتدور حوالين فكرة واحدة. مش هو ده السؤال الصحيح. السؤال الصحيح أنت إيه هدفك في الحياة؟ لازم يبقى عندك هدف، لأن أول ما هيبقى عندك هدف في الحياة كل المعاني دي وتسعى إليه طبعا، كل المعاني دي حتبقى تتلاشى تدريجيا. وكمان لما يبقى معاك وعد من الله إن لا نضيع أجر من أحسن عمله، يعني أنت بجد عايز تخلص من إن أنت فقدت طعم الحياة وإنك يائس وإنك محبط، هما كلمتين. حط هدف حتى لو الهدف ده لسه أنت مش عايشه قوي، يعني مش لازم تكون شغوف بيه على الآخر، بس حط هدف. وممكن يساعدك أبوك، وممكن يساعدك إن تلاقي لك مستشار يساعدك، ممكن تتصل بيه وأنا ساعدك، ممكن تتصل بصديق ليك ويساعدك، المهم إن يبقى فيه هدف. حطيت الهدف، عيش بقول الله إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. ابدأ حط خطة للوصول للهدف ده، بلان، حتى لو طولت الأجل، بس المهم كل شوية يبقى فيها إنجاز ولو صغير. نجحت في دي، خدت الكورس الفلاني، نجحت في كذا، ها ها ها، رايح، وانت متأكد إن لا نضيع أجر من أحسن عمله. يحصل إيه؟ يزول الهم والغم، ويزول اليأس، ويزول الإحباط، أو يخف الحد المقبول. مش بقولك يزول خالص، والله العظيم هو ده الحل. الإنسان بدون هدف، الحياة لا تطاق بدون هدف. عندي هدف وبسعى إليه، وأنا مطمن إن ربنا وعد إنه مش هيضيع جهدي. عايز إيه؟ يرجع طعم الحياة في 24 ساعة. جرب وهتشوف.